أقيم اليوم معرض وحفل هي تقود بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالقاهرة، وذلك وسط حضور أولياء أمور الطالبات المشاركات من كافة رباع مصر. يأتي الحفل تتويجا لجهود فتيات التعليم الفني التي حرصن على المشاركة الجدية بهدف إزالة الصورة الذهنية عن التعليم الفني وتوضيح أن المتغيرات والثورة الصناعية والتكنولوجيا الجديدة في العالم تقود نحو الاهتمام والإعلاء من قيمة هذا التعليم وتحسين جودته. المنافسة على العمل وسوق العمل ليست يسيرة، فأنا الحقيقة بقدم شكري وتقديري لمبادرة شيليد لأنها مكنت ولادنا كمان من المهارات الشخصية إلى جانب المهارات الفنية، وبالتالي زي ما شفتوهم كده بيتكلموا إزاي وواقفين ثقتهم بنفسهم ازاي. على فكره دي من عوامل النجاح المهمه في المستقبل. الشراكه المهمه جدا مع وزاره التعليم والتعليم الفني، احنا شفنا مدرسين يعني عظماء وعظيمات حييناهم، لان المجهود اللي بيقوموا بيه مع الطلبه هو اللي احنا شايفينه، بالاضافه الى المجهود اللي عمله برنامج شيليز من 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 تعزيز مهارات حياتيه، من تعزيز ثقافه ثقه بالنفس عاليه جدا عند البنات، رؤيه مجتمعيه. يعني البنت وقفت تتكلم بكل ثقة ومقدرة على البرنامج بتاعها اللي هي مقتنعة بيه وبتتكلم، اللي أثر فيا جدا لما قالت أنا بعمل هذا المنتج لمساعدة المستشفيات الحكومية ووزارة الصحة. ده في حد ذاته يعني إنجاز لروح الانتماء، عايزة تقدم خدمة وحلمها ما بيقفش. يعني كلنا نتشارك مع بعض عشان نقدر نغير النظرة النمطية لملف مهم جدا وملف التعليم الفني في مصر، وقد ايه اللي احنا نشوف ان فعلا في تعليم محترم البنات بيدرسوه داخل المدارس، بس كان المهم ان احنا نحول الافكار بتاعتهم لفكره مشروعات تقدر تدخل لهم دخل شهري ثابت ويبقوا رائدات اعمال في المستقبل. احنا المفروض كتعليم فني مش ملقى عليه الضوء بشكل كافي، فاحنا قررنا ان احنا نعمل برنامج اسمه هي تقود، يساعد طلبات التعليم الفني ان هم يعرضوا افكارهم. دايما احنا بنبقى معاهم فترة تدريب لمدة 6 شهور، بنبدأ معاهم من فكرة على ورق ونحولها معاهم خلال 6 شهور دول لفكرة على أرض الواقع زي ما موجودة دلوقتي حاجة.